اخترني أنا؟ اخترني أنا، دمية أفضل من باربي هذا. أنا خائفة منكما. سنخبز الكعكة وسنشاهد الرسوم المتحركة معا. من الأفضل أن نذهب إلى الحفلات، اخترني. لا زلت صغيرة، أي حفلات هذه؟ يبدو أنني لعبت كثيراً. لا زلت لا أعرف أي منهما المفضلة لدي. باربي أو براتس. لا يهم. سألعب مع لاما. رأسي. أيتها الصغيرة، هل شننت تماماً؟ إن رميتني مرة أخرى فسدتها قبيل. أنتما حيتان؟ يا إلهي. سيندي لا تصرخي، ربما ستختارين واحدة منا أخيرا. لماذا أنت لطيفة معها؟ أي أنت، هيا اختاري بسرعة من هي دميتك المفضلة. باربي أو الدمية براتس؟ اتركني وشأني. رفاق ساعدوني، اكتبوا في التعليقات أي دمية نختار. اختاري يا صغيرة، اختاري. سيندي لماذا تصرخين منذ الصباح؟ هل أنت مجنونة؟ ما هذا؟ ساعديني. إن الدمى حية وتجبرني على الاختيار، ساعديني. يا إلهي، رائع رائع رائع. ما هو الرائع؟ هيا لنتصل بالشرطة. ماذا بك؟ لطالما حلمت في الطفولة أن تتحول الدمى إلى دمى حية وتصبح صديقاتي. أنت سعيدة للغاية. ابتعدي، لا أحب العناق. حسنا، والآن لنقرر بسرعة ما سيذهب معي إلى المدرسة أم سنذهب معا. هي، لماذا ستذهبين معك؟ ربما أريد أيضا الاستمتاع مع الدمى. والحفلة ليست لي. عظيم، إذا ستذهب معي إلى المدرسة براتس. مهلا، أنا لا أعرف شيئا عن هذا العالم. هل ستكون صديقتي باربي؟ هذا رائع. أين تينا؟ إنها تتأخر عن المدرسة. هل تضع المكياج مرة أخرى ونست أمر المدرسة؟ أمي، أنا هنا. إذا قامت المعلمة بتوبيخك سأعاقبك. ومن هذه أيضا؟ مرحبا. أنا أتذكرك، لقد رميتني في صندوق المكعبات الأسبوع الماضي، كان ذلك مؤلما جدا. ماذا؟ أي صندوق؟ أمي، هذه صديقتي ولديها حس فكاهة غريب. سنذهب معا إلى المدرسة. تعالي إلي يا بنيتي بسرعة. نعم يا أمي. هذه الفتاة لم تعجبني، ابتعدي عن الفتيات مثلها، واضح؟ أمي، إنها جيدة حقا. صحيح، هل رأيت ملابسها؟ من غير اللائق الذهاب إلى المدرسة بتلك الملابس. أمي، إنها الموضة هكذا، ماذا أستطيع أن أفعل؟ حسنا، لنذهب هيا. إن هذا فظيع. كم هذا لذيذ باربي. أنت تطبخين بشكل جيد. الطبخ هو هوايتي المفضلة، وأيضا أحب الخياطة. لقد لاحظت ذلك، أم ماذا تخيطين؟ ومن أين أخذت هذه الآلة؟ في العلية أشياء ممتعة كثيرة، قضيت هناك سنوات عديدة، لذلك أعرف كل شيء. وهل هذه بدلة؟ نعم، لقد خيطته لك، تفضلي، هو جاهز. مذهل اللون، كم هو جميل، هل يمكنني قياسه؟ بالطبع بالطبع. ياي، واو، كم هذا جميل، تبدين رائعة. سيندي، ما هذا التصرف؟ لقد وعدت بالمجيء إلي وأنا أنتظرك منذ ساعتين. ريال آسف، لدي هنا. باربي 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 باربي، هنا الباربي. كم أنت لطيفة. ريال، ابتعد عن صديقتي، إنها لن تصبح صديقتك. ماذا بكما، أنا صديقة للجميع. حسنا، إذن فلتبقى معنا. شكرا رائع. الآن ستلمعان بالتأكيد. مذهل يا باربي، أنت رائعة، والآن نحن رائعة أيضا. ماذا لدينا هنا؟ يا إلهي، إنها كارثة. أبي فقط، لا تقلق. لحظة، أنت المربية الجديدة لابنتنا سيندي. في الواقع أنا مجرد مربية. أبي، فهمت الأمر بشكل صحيح.
هذا جيد، أرى أنك تحبين الأطفال. أبي انضم إلينا، نحن نلصق الملصقات، هذا رائع. ماذا حسناً؟ كم أنتم مذهلون؟ أعتقد أني أبدو بشكل جديد، هذا يعجبني. نحن نقيم حفلة وردية رائعة. أجل، كان ذلك مذهلاً. يا سلام، واو، من هاتان الجميلتان؟ مرحبا بالجميع. ما هذه الوجوه المصدومة؟ ألم تروا فتيات رائعات؟ من الجريئة هنا؟ من أنت؟ ألا ترين؟ هي برات أو دراغوين، طالبتنا الجديدة. يا للهول، من أين خرجت؟ ابتعدي أيتها الحمقاء، لا تجرئي على فتح فمك في اتجاهنا. جوين، أنت رائعة جداً. نحن البراتس، كلنا هكذا لمعلوماتك. اسمعي أيتها الجديدة، إذا كنت تظنين أنه يمكنك المجيء وإهانة الجميع هنا فلن تنجحي، هذا عملي أنا. أيصغير من هذا؟ فأر أم من؟ قلت أنا فأرة؟ بل أنت، أنت، أنت. يبدو أن عقلك الصغير لم يستوعب الأمر بعد. نعم. جوين، أنا مصدومة، لقد أريتهما مكانهما بسرعة. لأني النجمة الرئيسية. جوين، هل لديك أصدقاء؟ أوي، كانوا في مكان ما هناك، الكثير منها في الصندوق، ولكن الصغيرة سندي لا تحب اللعب بهم، لذلك أنا لوحدي. لم أفهم شيئا، لكن ما رأيك في التنزه؟ أولاد، اتبعوني. توقف، إلى أين أنت؟ أنا فقط هكذا سأذهب للتنزه مع الشباب. هل سنذهب للتنزه اليوم؟ لقد اتفقنا بالأمس. إلهي آسف، نسيت تماما، مشغول جدا اليوم، لنذهب في المرة القادمة. حسنا، لدي ما أفعله، لدي براتس حقيقية. تفضلوا. واو، المربية طبخة أيضا، هذا مذهل للغاية. نعم، المربية رائعة. سيندي، هل والدك حقاً لا يفهم أن هذه دمية حية؟ لا، هذا رائع، أتمنى أن تصدق أمي أيضاً. وإذا أردتم المزيد فسأحضر كل شيء. أخبروني ما الذي يحدث هنا؟ عزيزتي، انضمي إلينا، عدت المربية الجديدة وجبة غداء رائعة. أي مربية؟ هذه أنا؟ نهت، أيها المخادع، كيف تجرأت؟ سأضربك الآن. كريستي، ما الأمر؟ ماذا تفعلين؟ هل أحضرت امرأة تحبها إلى المنزل وتقول أنها مربية؟ ما علاقتك لي بالأمر؟ أنت أيضا سوف تعاقبين. ماذا تفعلين؟ اتركيني. هيا اخرجي في الحال من منزلي. سأصلح كل شيء. أي ماذا سيحدث الآن؟ لم أفهم شيئا، استأجرت مربية بنفسها وألقت اللوم علي. يا إلهي، إنها تطرد باربي إلى الشارع، لا تستطيع البقاء وحدها هناك. لنذهب ولنعثر عليها، أمل ألا تكون والدتك قد فعلت بها شيئا. جوين، هل تجيدين القراءة؟ تينا، هل نسيت كيف علمتني القراءة عندما كنت طفلة؟ وبعد 5 سنوات سندي علمتني نفس الشيء؟ نعم، لم أكن أعتقد أبدا أن دمية من طفولتي ستكون صديقتي. يكتب في المجلة أنني سأخوض مغامرة رومانسية. بنت، مرحبا، ماذا تفعلان؟ ماذا تريد؟ واصل طريقك. تينا، لماذا أنت غاضبة هكذا؟ ربما هما يريدان أخذنا إلى المقهى وإطعامنا بشيء لذيذ. نعم، هذا بالضبط ما أردنا عرضه. شباب، الأمر لن ينتهي بعد المقهى، جولة إلى السينما أيضا. حسنا، ننتظركم أيضا بالقرب من المدرسة. هيا. ماذا؟ هل جننتما؟ ابتعدي عن شبابنا. ماذا؟ هل تأملين حقا أن يختاركم الشباب بدلا منا؟ يا لكما الحمقوتين. تينا، أبعدي صديقتك من هنا بسرعة وإلا ستندم كثيرا. في الواقع. انتظري، اسمحي لي. إذا استمعي إلي، إذا اقتربت منا مرة أخرى فأنا مجنونة.
تتساءل ماذا قلت لها؟ هل تريدين أن أقول لك أيضا؟ لا، لقد فهمت كل شيء. مذهل، أنت شجاعة جدا، لست مثلي. لا لا، سنعلمك أيضا. الشباب ينتظروننا في الشارع، سنذهب إلى السينما والمطعم. هل تعتقدين حقا أننا سنذهب معها؟ لا، أريد أن يجري وراءنا أكثر. مذهل، إن برات رائعة جدا. أي سيندي، ماذا نفعل الآن؟ إلى أين طردت والدتك باربي؟ لا أعرف، ولكن إن لم نجدها فلن نتحمل ذلك. إنها دمية وكانت تستطيع الذهاب إلى أي اتجاه. ريالها هي، لقد وجدناها. باربي، لماذا تجلسين هنا وتبكين؟ لا أحد يحتاجني. كيف لا يحتاجك أحد؟ نحن نحتاجك. والدتك طردتني، يبدو أنني سأبقى هنا. هيا اهدئي ولا تبكي. أقترح أن نعيد باربي إلى المنزل وألا نريها لوالدتك. نعم، هذه فكرة جيدة، هكذا سنفعل. بنات، شكرا جزيلا لأنكما لم تتركاني هنا لوحدي. كيف سنتركك؟ هيا لنذهب. هذا بالضبط ما نحتاجه. إلى أين تأخذينني؟ متجر الألترين. ولماذا نحتاجه؟ هل رأيت نفسك أصلاً؟ ما الأمر؟ كل شيء سيء تماماً. وماذا أفعل الآن؟ الاستماع إلي، إذا أردت أن تكوني رائعة مثلي. حسناً، قولي لي ماذا أفعل الآن. أولاً ستغيرين ملابسك، لنذهب. واو، ما رأيك؟ هذا بالضبط ما نحتاجه، أريد تماماً مثل هذه الملابس. ولكن ليس لدي مال لشراء كل شيء. أنا لدي، سأدفع ثمن. مرحبا. ووهو، هل تسمعني؟ هاي، ماذا تريدان؟ نريد شراء هذه الملابس. أجل، هل يمكنكم اختيار شيء إضافي بينما أكمل نومي؟ إن كنت لا تريد فلا مشكلة. تينا، لنذهب. ماذا؟ إلى أين؟ اتبعيني بسرعة يا حمقاء. واو. من الجيد أننا اخترنا هذه الملابس لك. أجل، ماذا يجري هنا أيضا؟ مرحبا أيتها الفاشلة. لماذا ترتدين هكذا؟ لقد كانت ملابسك عادية. إن تينا ستبتدي هكذا دائما فهي رائعة. ليس مثلكما. شباب، أخبرونا بصراحة، هل يعجبكم هذا حقا؟ نعم يا شباب، ما رأيكم؟ أنتما رائعتان جدا. نعم، لم أرى أحدا أكثر أناقة منكما. حسنا، ألم أقل لك أنهما سينصدمان؟ بنات، ربما نذهب إلى المقهى أخيرا. نعم لنذهب. تينا، إلى أين أنت؟ في الحديقة لدينا أمر مهم جدا. حقا؟ لقد نسيته بالفعل. لنذهب، سأذكرك. مجدداً. وما الأمر المهم لدينا؟ الأمر المهم هو عدم التعامل مع هذان الفاشلين، هما ليسا معجبان بما فيه الكفاية. نعم، نسيت، كم هو رائع أننا معاً طوال اليوم، لقد حدثت الكثير من الأشياء. أنا وأنت بالفعل. أعز صديقات. حسناً يا صغيرات، بما أننا لن نستطيع المرح في المنزل سنذهب إلى السينما. أعتقد هذا أفضل حتى. بالطبع أفضل. مرحباً، أتذكر من فضلك. نعم، ها هي. يمكنك الدخول آنسة، لكن الأطفال لا. لماذا ذلك؟ عزيز الحارس، نريد قضاء الوقت مع الأطفال، هل تريد حرمنا من هذا الأمر؟ الفيلم لمن فوق 16 والطفلتان. لم تبلغ 10. لكن يا عمو، اسمح لنا، سنلقى نظرة صغيرة. لا، مع السلامة. يا إلهي، ماذا نفعل الآن؟ نعود إلى المنزل. لا، أليس الآن لدي فكرة؟ اتبعيني. تذكرك من فضلك. نعم، تفضل. والكلبان، إلى أين أخذتهما؟ لم أستطع ترك الجروان في المنزل. لا يسمح للكلبين بالدخول، سيوسخان كل شيء. هل جننت؟ كلاب نظيفة
وملابسهما أفضل من ملابسك أيها الفاشل. حسنا، لا تصرخي، تفضلي لكن بحذر. هكذا من البداية فتيات، خلفي. رأيتِ هؤلاء الأغبياء؟ أجل، تايلور ودوني ركضا ورانا إلى باب المنزل. ماذا كانا يتوقعان؟ لا أفهم. وأنتما هنا، مرحباً، وكيف كان يومكما؟ يومي كان عظيماً، ليس مثلكما. في الواقع ذهبنا إلى السينما وتناولنا الطعام اللذيذ مع باربي. أوه لا أدم، أنا على أي حال دمية أفضل من هذا. ها؟ هل جننتي؟ الفتيات لم تختار أحداً بعد؟ إذن فليختار. لكي نختار يجب، يبدو أن أحداً جاء. لا مشكلة، أمي ستفتح. لا، من هي الدمية الأفضل؟ اختارن هيا. من الواضح أنها بالنسبة لنا هي باربي. يا صغيرة لا تبدأي، أنت لم تقضي وقت معي بعد، ستغيرين رأيك قريباً. مرحبا سيدة كريستيا، تسمحين؟ بالطبع بالطبع، سأنادي على تينا في الحال، تفضل. أنا لم أتي لا. أوه زاك، لقد جئت أخيرا. أجل. حسنا، هل سنخرج معا إذا؟ تينا، لم أتي إليك. كيف ذلك؟ ماذا تقصد؟ أتيت لجوين، عرفت أنا هنا. وأنا رايون. بالطبع أنك غيرت طريقة لباسك، لكنك بعيدة عن مستوى جوين. ولماذا تظن أصلاً أنها ستوافق على الخروج معك؟ أي زاك، إذا أتيت من أجلي فأنا جاهزة. جوين، هل أنت جادة؟ نعم، لقد كتب في المجلة أننا ننتظر في علاقة رومانسية، وها هي. زاك، إنها ليست حقيقية، إنها دمية. أمي كانت تقول الحقيقة، لا يجب أن أصاحب خائنة مثلها. يا تينا توقف عن البكاء، الأمر لا يستحق ذلك. كيف تجرأت جوين على معاملتي هكذا؟ هاي هي من براتس، كلهم هكذا بدون ضمير مطلقا. إن عرف أحد من المدرسة ذلك فسيسخرون مني. وسنساعدك، سنجد حالا. لم أعد أحب براتس بعد الآن، دمية غبية. إذن مرحبا بك في نادي باربي. أنا موافقة. ماذا بهذه السرعة؟ نعم، هيا ألبسوني اللون الوردي أيضا، لا أريد أن أشبه تلك الغبية براتس. فتيات، دعونا نقيم حفلة ساحرة. لا، فوق، ظننتكم لن تحبوا هذه الفكرة. سندعو الجميع، يجب ارتداء الوردي أيضا. لا. تفضلي، طلبت لنا الطعام وكل شيء جاهز بالفعل. أحسنت، ماذا سأقول أنا؟ تفضلي. لكن أولاً أعطني. ماذا أعطيك؟ أي فماذا؟ الهدية التي أعطتها لي. جوين، لم أعد لك أي هدية، فقط العشاء، ألا يكفي ذلك؟ هل أنت جاد الآن؟ العشاء فقط؟ كم هذا فظيع. عد هيا، لا أريد رؤية هذا. وبالإضافة، إن كنت لا تنوي أن تشتري أو تعطيني الهدايا فلن أذهب معك مجدداً. هل هذا واضح؟ ماذا تفعلين؟ جوين، أعددت هدية لك، هدية لك. وأنا أيضا، ولدي أفضل من تايلر. أترى أيها الفاشل زاك، هكذا يجب أن تعتني بالفتيات. أنا هذا. لنذهب لحفلة تينا، قالت المكان سيكون ساحرا ومذهلا وأشياء أخرى. لن أذهب أنا وجوين. وأنا ذاهبة. في الواقع هذا المكان منزلي، كيف ستكون الحفلة بدوني؟ إذن أنا ذاهب أيضاً. ماذا تحسدنا؟ نعم. ماذا بكما؟ لا تفكر حتى. جوين ملكي، لقد حجزتها. أوه، هل هي طويلة في مقهى؟ جوين تختار الناس بنفسها، وأنا من ستختاره؟ أوه، أنت يا هيا أيها الأحمقان، جوين لن نتراهن، سأكون أول من يصل الحفلة. تعرف فتيات،
ما الذي يجري هنا؟ هل تطردانا؟ أمي أبي أسئلة أقل. إلى ماذا تخططان أخبرانا؟ لقد قلت لكما قمنا بحجز تذكرتين إلى مجمع ريفي. أنفقنا كل مدخراتنا. لماذا أنفقتم المال؟ أنتما تعملان كثيرا، تحتاجان للراحة. لذلك إلى اللقاء. سفرة ملمونة. واو، نجحنا. أختي اعتقدت أننا لن ننجح. من الصعب جداً طرد والدينا من المنزل. حسناً، لقد رحل الوالدين ويمكننا إقامة حفلة الآن. نعم، رائع. إذن لنذهب لإعداد كل شيء للحفلة. نعم لنذهب، فليس لدينا وقت على الإطلاق، الضيوف في طريقهم. يهو، ينهى من حفلة. فتيات شكرا لكن على عدم تركي والبقاء معي. كيف سنتركك؟ نحن فتيات ويجب أن نساعد بعضنا البعض. وأين الجميع؟ تينا لقد قمت بدعوة الآخرين. نعم. لم أفهم. مرحبا، لم تنتظرين؟ أو كنتم تنتظروننا حقا؟ من أنتما؟ ولماذا أتيتما إلى الحفلة الساحرة بهذا؟ هل جننتما؟ لماذا تبدوان مثل البراتس؟ نريد أن نكون رائعتين أيضاً. ورائعة فقط من براتس. براتس مخادعات، لماذا تريدان أن تبدو مثلهما؟ لا، لن يحدث. أريد حفلة باربي جيدة. لنرحل من هنا. هيا، إلى أين أنتما؟ لنبتعد عنهما. لا تهتمي بهن يا ليلي، ستكون لدينا حفلتنا الخاصة بالفتيات الرائعات. تينا لا تحزني، الفتيات قررت إزعاجك فحسب. لقد دمروا حفلتنا الساحرة. سنقيم حفلات أخرى وبدونهما. وما هذا أيضا؟ مرحبا، ما هذه الحفلة الساحرة بدأت بالفعل؟ شباب لماذا أنتم مع جوين؟ زاك واضح هو أحمق، وأنتما تايلور ودوني. أردنا الاحتفال مع جوين أيضا، إنها رائعة. ماذا تقصد برائعة؟ حتى أنتم، هل أنتم جدون؟ من أنت أصلاً؟ أنا باربي، وأنا أعتقد أنني أفضل من تلك البراتس. أنت أيضاً لست سيئة. ولا في الحال، أخرجوا من منزلي بسرعة، أنتم أغبياء ولا تفهمون شيئاً. هاي، إلى أين تطردين ضيوفي؟ كنا في انتظارك بالفعل. فتيات لماذا تبدوان هكذا؟ لقد فكرنا وقررنا أننا نريد أن نكون مثلك. أنتم حقا من البراس. ارحلوا من هنا. باربي لا تزال أفضل منكم. نعم، نحن الأحلى والأطيب، وأنتن مخادعات. سمعتما ذلك؟ يعتقدان أنهما أفضل منا. ولكن الشباب لم يظنوا ذلك. هم لا يرون. رقصي بعد. رقصك تماما مثل الفيل. تينا نادي على الشباب فليختاروا الدمية الأروع بيننا. باربي هل أنت متأكدة؟ نعم، حان الوقت لوضع هذه المتكبرة في مكانهن. سأتغلب عليكن. ألو دوني، يبدو أنه ستكون لدينا منافسة هنا. أوه فهمت، سنأتي الآن. شباب توقف، ماذا هناك؟ نحن مدعوون إلى تحدي ما بين براتس وباربي. واو رائع، لكن براتس أفضل بالتأكيد، سنسجعنا صحيح؟ ماذا بك؟ رأيت جمال باربي، إنها رائعة جدا. حسناً، الاختيار سيكون صعبا. هيا لنذهب ولنرى كيف ستفاجئنا الفتيات هناك. لنذهب. مرحبا يا شباب، نحن سعداء لمجيئكم. آمل أن تصوتوا لنا في النهاية. أجل ماذا؟ نعم لم نرى الأخريات بعد. نحن لطيفات ولسنا مثل تلك. المخاط الوردي افسح الطريق لملونة جميلة حقا. أولاد أتمنى أن تقوموا بالاختيار الصحيح. أجل إذن سنبدأ أولا. بكل سرور، الفاشلون أولا. I'm an explosion. That smile's gonna be the end of me. You cannot lie over my type. You cannot lie over my type. You cannot lie over my type. Let's take each other. You cannot lie over my type. You cannot lie over my type. You cannot lie over my type.
سأختارهن بالتأكيد. ماذا سنفعل؟ الشباب انخدعوا بهم بالفعل. لا أعرف حتى. أكد لن نفوز بالتأكيد. لدي فكرة. يا إلهي، لقد تخلصنا منهم. والآن جاء دورنا بالتأكيد. الآن سترون الرقص الحقيقي. هذا بالتأكيد. فتيات أنتن رائعات، سأصوت لكن بالتأكيد. الآن ستدفع ثمن تلك الحركة جدا. أظننتن أننا لن نعرف أن كنا وراء ذلك. نحن لم نفعل شيئا، لقد توهم لكم. ألو؟ نعم أمي. حسنا، لقد فهمتك. بنات مستعدون للتصويت. لا يهم من فاز، والدي عائدان لم يعجبهما الفندق. الجميع اخرجوا بسرعة. هيا أسرعوا. حسنا، كلاكما اختبئا في الغرفة واجلسا بهدوء. تينا، ماذا لو وجدتنا أمك؟ اهدأ، لن تدخل هذه الغرفة. ماذا لو كنت لا أريد أن أكون في نفس الغرفة مع هذه؟ تريدين أن ينتهي الأمر بك في القمامة؟ أريد القول أن المكان ليس جيد. أعرف ذلك. فتيات، أين أنتن؟ أين ذهبتن؟ اختبئوا بسرعة. اختبئنا بسرعة. فتيات، كيف حالكن؟ نحن بخير، لقد استمتعنا كثيرا. لماذا أتيتما؟ هديكما تذاكر للفندق. لم تعجبنا الإقامة في الفندق، لذلك عدنا. إذا ارتاحي جيدا يا أمي. ماذا تخبئن هناك؟ أنا لم أفهم. أين هناك مجرد غرفة؟ ابتعدنا بسرعة عن الباب. لا. حسنا، سأكتشف الآن ما الذي تخفينه هناك. إنها نهايتنا. ظننت أن كنا تخفين شيئا هنا. هل أردتم السخرية مني فقط؟ يا لكن من ظريفات. لم أفهم شيئا. أوي، أبدو مخصاتنا. هل تحولا مجددا؟ مؤسف، لماذا لم نقضي الوقت معهما بعد؟ أنا براتس وأنا رائعة وأفضل من باربي. لا لا، بل أنا أفضل من براتس، لهذا السبب باربي محبوبة أكثر. لا لا أحد أفضل، أحب كلاهما. وأنا أيضا. وما علاقتك أنت؟ هذه الألعاب لي. كان كل ذلك عبثا، اعتقدت أننا سنبقى معهما فترة أطول. ربما قد نستطيع إعادة إحيائهما. هاي، ألو ألو، لا تعذبهما، ستتخلين عليهم قريبا على أي حال. لا، لن أرميهما أبدا. بنات وأرييل، تعالنا إلي، لدينا هدايا لكن. حسنا، لنذهب ولنرى ماذا هناك. تعالين إلينا بسرعة. انظرنا ماذا لدينا. هذا لك يا أرييل. واو، إنها المفضلة لدي. وأنا. ولتينا لدينا هذا. بلوزة جديدة. واو، هذا ما أردته حقا. وأنا من لدي أنا؟ أنا ودوما، نريد أن نعرف جدا. ولك لدينا هدية خاصة، نحن نعرف مدى حبك للدمى، لذلك هل أحضرتما منزلا لهن؟ لم تخمني. هذه هديتنا، دمية مونستر هاي. أنا باربي وبراتس هما المفضلتان لديك. لا لا، الآن أحب مونستر هاي. لماذا أحتاج إلى دمى قادمة؟ بما أن سندي لا تحتاجهما فسأخذهما لنفسي. وداعا، يجب أن أعود إلى المنزل. مونستر هاي، مونستر هاي، إن أصبحت حية فسأكون الأسعد. سندي أصمتي، لا تكشفي كل الأسرار. شكرا. هيا تحولا. أريد أن أكون صديقتكما. سندي خالتكما، وأنا لن أفعل ذلك، ولكن أرجوكما تحولا.
خلف الكواليس. مرحبا بالجميع، وهذه هي ملونتنا الصغيرة بفتة علاقات، ما رأيكم؟ آمل أن تكونوا قد أحببتم الفيديو، لأنه انظروا إلى الفتيات، نحن مذهلات مذهلون. اكتبوا في التعليقات. هيا هيا قومي. ذلك ليس سهلا. يا إلهي، كأن أعرف هذه الموسيقى. ماذا؟